ازيك يا فاطمة؟ بخير يا بوي. لسه حاسس اني متغير من ناحيتك؟ بيجي واحد تاني يا بوي، معايا ومش معايا، يبقى نايم جاري في فرشتي، وحس انه في عالم تاني يا بوي. لساك بتعزيه؟ ما هو جوزي وانا عارف انك حبيتيه لغايه ما بقى كل حياتك، هو جوزك ومن حقه عليك، لكن لو تعرف انه كان بيخوننا ليه سنتين دلوك متجوز عليك في مصر من اي لواطيه، لسه عايزاه؟ مخلصة له؟ مش عايز اشوف دموعك دي ابدا، ها؟ لكن لو قلت لي انك لسه عايزاه انا ممكن افكر. ما عايزاهوش يا ابوي، اذا كنت متاكد من عملته دي انا مش عايزاه. عايزك تنسيه كأنك ما عرفتهوش ولا دقيقة واحدة. قلت ايه؟ بتشوف يا بوي بنت العرباوي صح. لما عرفت اني جنابك وصلت كان ود اطير عشان اكون في شرف استقبالك. يا سلام على طعام يا اجي، واكل. قلت في السكه والله يا نسيبي، هطلع ارتاح ساعه وانزل لك نتحدث وبحكي. اقعد كل، انا عايزك. ازيك يا بديل؟ خير يا عديلي، توحشناك والله يا وجدي. اخبار مصر يا وجدي؟ عملت اتفاقية زينة قوي، هتخلي شركة السياحة بتاعتنا في لوكسر مش هتلاحق على الشغل. الشغلانة التانية اللي امرت بيه جنابك اتنفذ بالحرف. براو عليك يا وجدي، راجل في كد المسؤولية تمام. جهز روحك عشان هنتحركوا بعد ساعة لشغلانة مهمة قوي. عندنا ميعاد في الجبل بعد العشاء. بعد العشاء؟ يا وراك حاجة؟ لا ابدا، انا بس بقول يعني اطلع اتسبح واغير خلقاتي من تراب السفر. بالمره تقعد لك ساعه الزمن مع مرتك، كانك توحشتها كتير. طبعا يا نسيبي. بالاذن. دير. ايوه عمي. تيجي معانا انت وشفيق؟ اوامرك. وانت يا عابد؟ امرني يا كبير. جهز الرجاله اللي هيروحوا معانا المشوار ده. حاضر جنابك. هو في حاجه كبير؟ افهمك بعد ما تاكل. ابقى حصلني على المنظرة البحرية وخليهم يبعتوا لنا الشاي هناك. ها؟ مالك يا فاطمة؟ أول مرة تقابليني كده وأنا راجع من السفر. الحمد لله على السلامة. أنا عارف إيه اللي مزعلك. أنت زعلانة عشان اتأخرت يومين بعد معادي، لكن وحياتك عندي لعوضك عنه. هاخدك ونروح لوكسور نقعدوا كام يوم لحالنا، ولا أقول لك اختاري أنت المكان اللي يريحك. بس أنا مرتاحة هنا في مطرح. ايه اللي مغيرك؟ انت مش عارف انا بحبك قد ايه. بتحبني؟ انت عندك شك في كده؟ ابدا، حبك ليا مالي عليك حياتك ومنور دنيتك.
حديثك ما بنساهوش. أديك قلتيها، أنت عارفة مقامك عندي وعارفة أني مستعد أضحي بعمري كله ولا أشوف كيس زعلانة دقيقة واحدة. مفيش عربيات مستنزل، زمانه ما الوصول باين عليها عملية كبيرة. قوة كبير، لا تعرف كل حاجة دلوك يا وجدي. الناس اللي هنقبلوهم هيفتحوا لنا سكة شغل كبيرة. عابد أمرنا كبير، نطلع نستنوا فوق، أول ما يوصلوا الجماعة هتهم لي على طول. حاضر جنابك. بينا تعال بينا. مالك يا وجدي؟ أول مرة أجي مطرح وقلبي يتقبض منه بالطريقة دي. متعودناش نقلقوا من أي مطرح، ندخل دوار الجن الأزرق شخصيا. قولينا معاه شو؟ تعال خش ندخل. وجدي بيه يا دياب، نضف المقعد ده خليه يرتاح. عمرك يا كبير. ارتاح يا وجدي. ما تجيش يا كبير. بقول لك ارتاح يا وجدي. بتعمل ايه يا رجل انت؟ ما تفتحش خشمك، تربي اذني مني. ليه يا نسير؟ أنا عملت إياه؟ هتعرف دلوك لما يطلع دياب. يطلع دياب يلا. فكرت عملتك السودة ولا لا؟ قسما بالله ما عملتها يا زلمة. حقك يا كبير. وفاطمة مرتك ما اذنبتش في حقها برضك؟ أظن ما تقدرش تنكر. حركتك مرصودة في مصر من أكثر من شهر. كل تفاصيل الحكاية عندي. الوحيدة بناتي اللي زي حتة الألماس الحر النادر. قعدت سنين أفكر هدية لمين تحافظ عليها ويصونها، واخترتك أنت من وسط كتير. خرب عليك. ما تهزنيش يا كبير. الجوهرة دي سويها بواحدة واطية بنت شوارع تكسر نفسها وتنشخ قلبها الباقي العمر. حرام عليك، حرام عليك، ما تهزنيش. أنا ما خلفتش ما خلفت الشرع ربنا. عندك حق، من حقك تجوز اثنين وثلاثة واربعة، لكن مش على بنت جعفر العرباوي. أنا شارط عليك، لما جيت وطلبتها مني قلت لك دخولك جوه سرايتي تعمل له مليون حساب. قلت لك فاطمة دي تبقى ايه بالنسبة لي؟ رفعتك فوق الخلق كلهم. رفعتك فوق الخلق كلكم. لا، وخليتك تؤمر في حالي ومالي. لا اتكلم يا بدير. حاجة شفيك
انت وعيلي زين يا نسيم. شفع لي عنده الحكاية في يدي، حطلقها من بكرة الليل ومحدش حيضرب حاجة واصل كفيك. حرام يا بوي، حرام تخلص عليه عشان حكاية زي دي. عشان خاطر يا بوي اديله فرصة تاني. اقفل خشمك، انا ما بقتلوش عشان العملة دي. انا كان ممكن اسامحه لو كان جه وشاورني، لكن يعملها في السر من سنتين والورات. ده ملوش غير معنى واحد بس، انه خاين. بعد العملة دي ما اقدرش اتمنه عليها دقيقة واحدة، فهم؟ لا لا اتكلم يا شفيق، اتكلم يا بدير، قولوا حاجة. قتلوني يا ناس، الحقوني يا ناس، قتلوني يا ناس. Come on!